لعلها من المترادفات في تعريف المدن والأماكن في السودان، فما أن تذكر الجبنة إلا وتذكر مدينة الدويم التي كانت وما زالت هي الرائدة في تصنيع هذه المادة الغذائية وتصديرها لكل أنحاء السودان. بدأت صناعة الجبنة بالدويم في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، حيث ظلت خلال تلك الفترة تصنع بصورة بدائية وكميات قليلة. كانت البداية داخل المنازل بحسب الرواة، والذين ذكروا أن رائد هذه الصناعة هو الخواجة مايسترو بانيوتي ابن الخواجة فيليب. فكرة يونانية جاب خواجة بانيوتي مايستري ما بانيوتي مايسترو، وكان المصنع بتاعه في داخل الدويم. فبيجيبوا اللبن من الغرة المحيطة بالدويم، وعلى سنه الجهة الوحيدة القابلة لكميات كبيرة. في العام 56 قام الخواجة بانيوتي بشراء محل تجاري لا يزال قائما إلى الآن بسوق الدويم لاستخدامه في تصنيع الجبنة بصورة تجارية أكبر، فاستعان بأحد العمال المحليين ويدعى العم آدم أب بكر، والذي يعتبر أول عامل سوداني يعمل في هذا المجال. شغلت مع الخواجة لحد 60، شغل هنا في محل شفت المخزن ده، الحته دي بالذات ده ما عملنا في الدويم هنا. بعدين على اللبن بيجينا من برا وناخد الجوه هنا نبيع محلال البرا دي. عملية تصنيع الجبنة هي عملية سهلة في إعدادها، حيث لا يحتاج لعمالة كبيرة أو معدات مكلفة، بقدر ما أنه يحتاج لمواصفات قياسية من نظافة المعدات ومطلوبات الصحة العامة وصحة البيئة. نجيب النصفة دي نربط عليها فوطة ونخدها في خشم البرميل ده، ونعبر الملح نكب عندها نصف برميل، ندوب الملح هناك نخليه يروق، بعد ما راق نشيل الوسخ بتاعه برا، بعد ما شلنا الوسخ نشيل اللبن ده من هنا نصفيه في برميل ده في المصفى دي. المصفى دي فيها فوتين، ما فوته واحده، نصفيه ونتم لبن الساش سادة حتى تعالي نجيب له الخميره ندقها في الكوبايه، بدل الكوباية بس نجي الكوباية فوق البرميل فوق اللبن ده. في شغل اسمه قداب خشبة، نجي ندخلها جوا تقعد تلخبط كده تلخبط كده تلخبط كده تلخبط كده، تعدي لك زي ربع ساعة كده خلاص تغطيها وشوف البرميل الثاني. يعتمد تصنيع الجبنة في المقام الأول على الألبان بصورة كبيرة إلى جانب ملح الطعام وأقراص التجبين. اشتهرت جبنة الخواجة بنيوتي بمذاقها المميز وجودة صناعتها، وأصبحت ماركة تجارية معروفة حتى في الأسواق الخارجية من مناطق الشام والهند. والله تميزت أول حاجة المادة اللبن، اللبن يعني أسعى اللبن هنا وفي كردفان ما واحد، يكون دفان اللبن يعني حتى السمن بتاعه ما جيد، لكن المرعى على حسب المرعى، المرعى هنا في الدويم في منطقة النيل الأبيض يعني بتختلف من كردفان. وفي بداية الستينات من القرن الماضي فكر الحاج عابدين سلمان قطان بالدخول في مجال تصنيع الجبنة، حيث كان والده الحاج سلمان قطان يعمل بالتجارة في المناطق الواقعة غرب مدينة الدويم. أبوي طرح الفكرة على جدنا ورفضها طبعا رفض باتا، على أنها فكرة مكلفة وأنه أنت حتبني مباني وحتصرف قروش في خلا ما عندها مستقبل وكذا. وهنا المهم أبوي الله يرحمه فكر في أنه بدأ الشغل
واستعان بعمالة أصلا كانت مدربة على يد الخواجة اللي هو عمنا آدم، فجابوا وأقنعوا بأنه يبدأ له الشغل ده، وبدأت بدأ البداية. بعد ذاك العمل اتطور من قلاجة ل يعني بعض المناطق الثانية، أم سنيطة، الحمراء، ود البدي، والمهم المناطق اتعدت والشغل توسع. بعد ذاك يعني استوذن في الحقيقة من الخواجة، بقى المركز الصغر الوالد. بعد ذلك فكر الحاج عابدين في تسويقها لمدن أخرى، فكان العم عبد العزيز عبد اللطيف بمثابة مدير التوزيع والتسويق من خلال عمله كسائق لإحدى الشاحنات. بدور العربية بيشيل المعمل بتاع جبنة، بلقى الصفائح دي بيضة ساكن، بجيب عامل يضربه بوهية وهي ظهرية، يلصقوا لها الورق يرفعوا عليه في العربية 404 صفيحة. بمشي من درمان بوزع لهم 25 صفيحة بفواتير، بستلم منهم شيكات على الحساب. بمشي يعني لما تجي مواعيدها الواحد بمشي يوريدها. بعد ما انتهيت من توزيع الجبنة بشتري ملح 50-60 شوال بتاعت ملح، وارفع عليها الصفائح بجيبها ووزعها في المعامل. اجيب الورق بتاعي ده اجي حاسب عابدين شيكات كده كاش كده، انتهي منه اودي الحاجات دي اوزعها في الهلايط. ولم يمض وقت طويل من المنافسة بين قطان والخواجة بنيوتي حتى فكر الأخير في مغادرة السودان، فقام ببيع محاله التجارية ومعامله ودكانه الرئيسي بسوق الدويم للحاج عابدين قطان وأخيه الحاج حسن سلمان قطان. في فترة السبعينات الخواجة قرر أن يخلي السودان، يترك السودان، فقام اتفق مع وية الدول المحلات كلها اشتراها منه طبعا بما فيها اسم العمل بتاعه. فكان اسم العمل بتاع قطان اللي هو يعني اسم عمل مسجل في من سنة 62، والخواجة اللي هو بي ام بانيوتي مايستوريو، فالاثنين كانوا بيمشوا مع بعض في السوق مع المصدر واحد اللي هو عابدين سلمان وأخوه حسين سلمان، والناس بيتعاملوا على زباينهم مع بعض. وبالرغم من أن صناعة الجبن قد انتشرت بعدد من الأماكن والمدن بالسودان، إلا أن جبنة الدويم ظلت هي الرائدة في جودتها، حيث يرجع السبب إلى جودة المراعي بمنطقة النيل الأبيض، خاصة مناطق غرب الدويم والتي تمتد حتى حدود ولاية شمال كردفان. طبعا صناعة الجبنة في الدويم أخذت شهرة وسمعة لطبيعة المرعى وخصائص نسبة الأملاح في الحشائش مثلا متوازنة، بتدي نوع بتاع اللبن متفرد في إنتاجيته في طعمه بالنسبة للجبنة وكده، وهنا فده السبب اللي جاب السمعة يعني. فأنا عارف تخيل ليه المزال إذا تمت بدراسة يعني من الخواجر للمنطقة، لأنه اختار المنطقة دي يعني بناء على دراسة وكان قام بيها وكده، والمسائل كانت المعلومات متاحة وحتى الناس اللي بيطلبوها ما كانوا كثيرين يعني. بيد أن صناعة الجبنة لم تقتصر على أبناء قطان وحدهم، بل دخلها العديد من أبناء المنطقة، حيث برزت جبنة الطالب لصاحبها الحاج حسن العاقب وغيره من أصحاب المصانع بمدينة الدويم وما جاورها. طبعا في بعض السودانيين تاني دخلوا المجال بتاع صناعة الجبنة لكن بمحدودين يعني، مثلا جدا الخويري الأمين عمل لي معمل في منطقة المكيف اللي هو أصلا كان عنده فيها مشروع زراعي وما استمر كثير. عمنا حسن العاقب الله يرحمه، حبيب محمد طه، بعد ذاك جد ويح يعني، المهم المسألة بعد ذاك استودنت واخذت الشكل اللي لسه أخذته. يقول القائمون على أمر هذه الصناعة أنه وبقليل من التقنية والاستثمار المدروس فسوف تكون صناعة الجبنة من الصناعات الغذائية الرائدة عالمياً في مدينة الدويم، لما تتمتع به المنطقة من موارد متوفرة وذات جودة عالية وخبرة امتدت لأكثر من 70 عاما توارثها الأجيال جيلا بعد جيل. جبنة الدويم، وبالرغم من الشهرة التي حققتها، فإن الآمال تحدو من ظلوا على رأس هذه الصناعة لسنوات طويلة
أن تشهد تطورا يخرجها من طور المحلية إلى الإقليمية والعالمية. مدثر محمد أحمد لبرنامج كاميرا الشروق، ولاية النيل الأبيض.